ياسين العيار يتحكم امام المحكمه العسكريه لانه مارس حقه في حريه التعبير، والحق هذا مكفول بالدستور فصل 31 جاء مطلقا يضمن حريه التعبير والراي والاعلام والنشر بصفه مطلقه. ولازم نذكر زيد ياسين عيار يتحاكم بعام سجن امام المحكمه العسكريه لان مجلس ستاتيو فيسبوك. ولازم زيد نذكروا اللي ياسين عياري يتحاكم امام المحكمه العسكريه لانه ابدى الراي ووجه نقد في اداء عضو من اعضاء الحكومه اللي هو وزير الدفاع الوطني. وقت نسمع نحن تصريحات لوزير الدفاع الوطني منذ ايام انه سيطلق امكانيه اطلاق سراح ياسين عياري اذا ما اثبت صحه المعطيات اللي دونها، يعني هنا نطرح تساؤل كبير حول استقلاليه القضاء العسكري. ووقت نسمع البارح في الجلسه رئيس المحكمه العسكريه تصرح وتقول انه الامر ما يتعلقش بمحكمه، ما يتعلق بثكنه. هذاك علاش لجنه الدفاع اختارت ان لا تنخرط في محاكمه معناها داخل اسوار الثكنات، وهي كانت رافضه منذ البدايه ان يقع محاكمه مدني امام المحكمه العسكريه، فما بالك بثكنه، وخيرت الانسحاب واصدر الحكم بعام سجن ضد ياسين عياري. بطبيعه الحال سيقع استئناف هذا الحكم.